بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة بعد الماتش، بسلم عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقية في القرن العشرين. حلقة جديدة نستأذن حضراتكم بالدعم اللي مقصرين معانا اليومين دول بصراحة. لايك مهم جدا للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وشير اذا امكن يعني. طيب اكيد محتاج ارائكم في التعليقات في كل موضوع بتكلم فيه. خلونا طبعا نبدأ من حيث ما انتهينا امبارح بالمنتخب والانجاز اللي عمله والمباراة المهمة امام الاشقاء المنتخب المغربي يوم الخميس القادم. يمكن امبارح شفنا تييري هنري المدير الفني للمنتخب الفرنسي والنجم الفرنسي الكبير بيختار كده النني طبعا عشان الارسنال، والنني طبعا نجم وكابتن من كباتن الارسنال. كان بيختار تييري هنري طبعا النني، وراح عمل للنني زي تهنئة خاصة وتحية خاصة للنجم محمد النني، وأيضا راح تييري هنري لأحمد زيزو، طبعا راح لأحمد زيزو وحياة تحية خاصة. ده بيدل أن زيزو طبعا يعني تييري هنري الفرنسي عامل تقدير خاص لزيزو، والاتنين دول هو اللي حياهم بالاسم. طبعا لو الكلام ده كان لأحد الأندية كنا شفنا دلوقتي الناس بتتغنى والناس عمالة تهلل والناس عمالة ترفع اللعيبة سبع سما تييري هنري وراح يسلم على مش عارف مين. إنما للزمالك صم بكم لا يسمعون. فكل التحية لزيزو وإنني كباتن مصر اللي شرفونا في الأولمبياد. عجبني امبارح هاني حتحوت وعجبني الجرأة بتاعته، واعتقد ان بسبب الجرأة دي مش هيكمل يعني. هاني حتحوت بينتقد ادارة الاهلي على عدم ترك اللاعبين للمنتخب بعد الهزيمة امام المنتخب الفرنسي، وقال انا اسف بس عتاب على الاهلي لعدم ترك اللعيبة للمنتخب الاولمبي، نحن مفتقدون اللاعبين اللي كان ممكن يحققوا الحلم مع منتخب مصر. منتخب مصر مصلحته أهم من الجميع وأولى من الدوري. الأهلي كده كده هياخد الدوري بدون عبد المنعم وبدون إمام عاشور. قائمة الأهلي قوية، والدليل ابتعاد مجدي أفشة مش بيلعب حاليا، وعبد المنعم أيضا مش بيلعب حاليا. بدلاء الأهلي أقوية مثل رامي ربيعة وياسر إبراهيم. الأهلي رفض انضمام اللعيبة للمنتخب حتى اللعيبة اللي مش بيشاركوا. ده طبعا ان دل بيدل على ايه؟ بيدل ان انت قدام نادي مش وطني، نادي ما يعرفش بتلاتة جنيه وطنية، نادي بيختار مصلحته الخاصة عن مصلحة المنتخب. وشفنا الموضوع ده كتير في اكتر من مناسبة، شفنا هو الفضيحة الحالية اللي بيحاولوا يتنكروا منها، وشفنا ايضا الفضيحة اللي قبل كده بتاعت حسام البدري لما رفض انه يلعب مباريات ودية عشان يرفع من تصنيف المنتخب، عشان المنتخب كل لما تصنيفه يرتفع بيدخل في التصنيف الاول فيبعد عن المنتخبات القوية. لا، حسام البدري ريح لعيبة المنتخب وقال انا بريح لعيبة الاهلي عشان الاهلي عنده مباريات افريقية ومش هلعب مباريات ودية المنتخب مصر، وهلعب او هريح اللعيبة عشان خاطر لعيبة الاهلي، وطلع اعترف بكده. وطبعا لما ريح لعيبة الاهلي ومرضيش يلعب مباريات ودية، ده خلى مصر في التصنيف الثاني انها تقابل منتخب السنغال ونخرج امام السنغال ويضيع حلم التأهل لكأس العالم. بسبب مين؟ بسبب الاهلي. دلوقتي المنتخب الاولمبي اللي كان اقوى من فرنسا وكان ممكن الشوط الاول يخلص، بسبب مين؟ بسبب الاهلي. هقولها مرة واثنين وثلاثة، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الارض مش في الحيط. ليه في الارض؟ عشان يوطي. الاهلي هو اكبر حاجة في البلد هي واقفة ضد مصلحة مصر. مش مصدقني؟ اقسم لكم بالله العظيم، الاهلي هو العائق الاول والرئيسي لتقدم الكرة المصرية. الاهلي ما بيهموش الا نفسه، ما بيهموش غير مصلحته، ما بيهموش غير الدوري وافريقيا، ويتحرق المنتخب على تتحرق الكرة المصرية. اهم حاجة نفسي ثم نفسي ثم نفسي. الغوا النادي الاهلي من الحياة، الغوه من الكون، مصر هتتقدم وهتبقى زي المغرب وزي السعودية وزي تونس وزي كل الناس المحترمة دي. الغوا الكورة او الغوا النادي الاهلي تتقدم الكورة المصرية. او والله العظيم نادي فاسد بكل ما تحمله معاني الكلمة، وزي ما قلت لكم اللي مش عاجبه هيقبض دماغه فين؟ في الارض. تعال نشوف احد اهم اذرع الاهلي في
لجنة المسابقات. عامر حسين بيقول لك ايه؟ بيقول لك لابد من التضحية لإنقاذ الموسم، ومن بين تلك الحلول هو إلغاء كأس مصر. طبعا عامر حسين مدام قال كده يبقى كأس مصر بنسبة كبيرة، انا بقى طبعا بقول لك توقع مش معلومة، بنسبة كبيرة كأس مصر هيتلغي مدام عامر حسين قال. هو واخد، بص الأهلي مش عاوز يلعب الكأس، وعامر حسين بيقول لك ايه؟ ما بين الحلول إلغاء الكأس. إذن ده راجل برؤيته بتتوافق مع رؤية الأهلي، ده أحد أزرع الأهلي بما لا يدع مجالا للشك يعني. بيقول كمان إيه؟ بيقول لأيمن الرمادي، ده عامر حسين، بيقول الكابتن أيمن الرمادي منذ قدومه من الإمارات إلى مصر وهو يمدح في الإمارات وينتقد الدوري المصري. طب كم نادي في الإمارات زي الأهلي؟ هل في أندية في الإمارات شاركت في كل البطولات دي زي الأهلي؟ هل الأندية دي لعبت كل هذا الكم من المباريات زي النادي الأهلي؟ عاوز أقول له عامر حسين، إيه اللي في مصر غير الإمارات؟ أنت راجل، أنا مش عاوز والله العظيم أقول عليك كلمة عشان يعني أنت راجل ما بتفهمش في الكورة، يعني خليني أقول يعني تعليق أو حاجة بسيطة، أنت راجل ما بتفهمش في الكورة، وراجل اللي حطك في منصبك عشان تخدم على النادي الأهلي، أنت لا بتعرف تدير ولا تعرف حاجة عن الكورة غير إنها مدورة. يا عامر حسين، الدوري المصري زي الدوري الإماراتي، دول بيلعبوا دوري ودول بيلعبوا دوري. دول عندهم كأس وإحنا عندنا كأس. الأندية الإماراتية بتشارك في دوري أبطال آسيا، وإحنا الأندية عندنا بتشارك في دوري أبطال أفريقيا. الاهلي بتاع اللي فضحنا في كاس العالم للانديه، اللي هو اكتر نتائج سلبيه في تاريخ كاس العالم للانديه، هو النادي الاهلي، هو اكتر معدل هزائم، هو اكتر نادي دخل فيه اهداف في تاريخ كاس العالم للانديه هو النادي الاهلي. عشان بس ما تقولوش اصله مشرفنا، اصله هو واجهتنا، اصله هو كرامتنا، ده فضحنا. الاهلي بيدخل كاس العالم للانديه، والعين الاماراتي والانديه الاماراتيه بتدخل كاس العالم للانديه، بل العين الاماراتي اعتقد كان المركز الثاني او حاجه زي كده، والاهلي كبير وخد ثالث، وبيصوتوا بيقلعوا دمهم وبيجروا في الشوارع عريانين، يقول لك الاهلي الاهلي الاهلي. العين الاماراتي صعد تاني، مازن بالكونغولي اخد تاني، مش عارف النادي في السعوديه برضو اخد تاني، انما الباشا الرجاء المغربي اخد تاني، لعب المباراه النهائيه، كل الانديه دي لعبت المباراه النهائيه واتغلبت واخد مركز تاني في كاس العالم للانديه، الا الفاشل والفاسد بتاعنا اللي اخد مركز تالت وطلعين لك بيه القلعه. فمصر زي الامارات يا عامر حسين، ولكن انت عشان راجل اهلاوي متعصب ما تستحقش المكان اللي انت تكون موجود فيه، فانت بتتكلم بمصلحه النادي الاهلي بلسان النادي الاهلي. وهبقى مره واثنين وثلاثه هبقى اقول لكم كان موسيماني بيكلم لجنه المسابقات بيقول لهم اجلوا لي ماتشات ايه وما تاجلوليش ايه، عاوز العب ايه ومش عاوز العب ايه. والله العظيم انا بحلف بالله العظيم ده كان بيحصل، ويسالوه في لجنه المسابقات، يكلموا موسيماني طب عاوز تلعب ايه، يقول لهم عاوز العب الماتش ده، لا رتبوا لي ترتيب الماتشات الترتيب ده عشان هبقى راجع من افريقيا تعبان. مش مصدقين؟ طب تعالى اديكم دليل. هو مش جمال علام قال يا كولر اجلنا لك الماتشات اللي انت عاوزها وعملنا لك اللي انت عاوزه عشان تاخد بطولات؟ فاذا ده بيؤكد صحه كلامي، وانا قلت لكم مره واثنين وثلاثه انا الوحيد في مصر اللي عارف الكلام ده كان موسيماني. المعلومة جات لي ايام موسيماني يعني، او المعلومة سوري لما جات لي من ناس كانت موجودة ايام موسيماني، قالوا لي يا محمد كان موسيماني بيتكلم مع ناس في لجنة المسابقات وقتها، مش عارف كان عامر حسين ولا مين، لا انا عاوز اجل الماتشات دي اجلوله، لا انا عاوز العب الماتشات دي يلعبوه لما يرجع من افريقيا. كان لا كان موسيماني هو اللي بيحط الجدول اللي هو عاوز يلعبه، لا عاوز العب بالجيش الاول، وبعد كده كان بيحط ترتيب تصاعدي عشان اللعيبه لسه جايه مراهقه بعد ما خلصوا افريقيا. تقول لي كوره؟ كوره مين؟ مين الغبي اللي مصدق ان احنا عندنا كوره؟ مين الغبي اللي مصدق ان ده نادي بيجتهد وبياخد بطولات؟ ده نادي بقول لك محطوط في ايده كل ادوات النجاح. عيل قاعد في اللجنه المراقب بيخش بيكتب له، مش بيغششه كمان، ده بيخش يكتب له في ورقه الاجابه وبيطلع في الاخر يقول لك هي الواد نجح. نجح مين؟ ما هو لازم ينجح، مش المراقب او جابوا له حد يكتب له، مدرس الماده جاب له حد هو اللي جاوب له. فاقسم بالله فاسد، اقسم بالله، بقسم بالله العظيم نادي فاسد. مش عاجبك ان انا بقسم بالله كتير؟ طب اقسم بالله كمان مره، نادي فاسد. مش عاجبك اخبط دماغك في الارض. مش عاجبك انا ما ب...
يا ابني انا غير الناس ولا تقول لي اصل انا عاوز، انا هي كلمه الحق اللي هتتقال برضه مش عاجبك يخبط دماغك في الارض. فده بالنسبه لي. برضه ندخل في حاجه كده، ميكالي جاله تليفون وهو طبعا مش وقته، ولكن قالوا له يعني احنا عاوزينك تكون مشرف على المنتخبات. رد ميكالي قال لهم لا، قال لهم اولا ده مش وقته حد يكلمني، وانا عندي مباراه مهمه بعد 48 ساعه، مباراه يعني مباراه هتحقق لك ميداليه برونزيه، وكمان انا مش هكون مشرف على المنتخبات، انا راجل مدير فني، فلو هشتغل معاكم او هكمل معاكم هكمل وانا مدير فني. فتحس ان انت بلالايكا، عندك ناس بلالايكا، راجل عنده ماتش مهم ومصيري مع المنتخب المغربي على برونزيه الاولمبيات، وبيقولوا له طب ايه رايك تكمل معانا مشرف على المنتخبات؟ مهزله، اقسم بالله العظيم الناس اللي بيديروا الكوره عندنا مهزله. عشان كده بقول لك اوعى تنسب الفضل اللي حصل للمنتخب الاولمبي ده لاتحاد المزاريطه اللي بيكلموا كولر بيقولوا له والنبي طب عاوز تاجل ايه؟ طب ما انت اللي قلت ناجل لك، احنا والله العظيم سمعنا. ده مش بيكلموا محمود الخطيب، ده بيكلموا المدرب، مرعوبين منه، احنا اجلنا لك والله يا باشا، انت زعلان مننا ليه؟ ويعني هو ده يا باشا، هي دي اخرتها يا باشا. دلاديل، شويه دلاديل، وفي لسه شويه متابعين دلاديل بيشجعوا الاهلي فاكرين ان الخير اللي هم فيه ده كله من فلوس العطاره. طيب النهارده في اجتماع للانديه عشان الكاس، طبعا الاهلي ومع بيراميدز رافضين يلعبوا الكاس، وما دام الاهلي رافض يبقى الخدامين بنسبه كبيره، ده برضو توقع، هيسمعوا كلامه. طب ايه اللي حصل في الاجتماع او ايه اللي هيحصل في الاجتماع؟ اللي يحصل في الاجتماع ان الاهلي وبيراميدز رافضين يلعبوا الكاس، كل الانديه موافقه تلعب الكاس. الزمالك موقفه ايه؟ الزمالك زي ما انا قلت لكم امبارح بهزار، ولكن انتم ما تاخدوش مني الكلام هزار، انا بقول لك المعلومه في صوره كوميديا سودا، انا مش بضحك ولا دمي خفيف ولا بستظرف، انا بقول لك المعلومه في صوره كوميديا سودا، ان الزمالك فعلا رايه غير واضح. الزمالك قال لهم شوفوا هتعملوا ايه وقولوا لي. الزمالك مش نادي عنده قرار، الزمالك مش نادي عنده مبدا، هلعب مش هلعب، هلعب ليه؟ ايه الفوائد اللي انا العب؟ طب ايه الفوائد ان انا ما العبش؟ الزمالك نادي ما عندوش مبدا، وقلتها لكم امبارح في اللايف، بس انتم ما بتاخدوش بالكم، انتم لسه ما عرفتونيش. قلت لكم الزمالك عامل زي اللي ناس رايحين يجيبوا اكل، طب نجيب لك فول ولا طعميه؟ هاتوا اي حاجه. طب نجيب لك المخلل بتنجان ولا نجيب لك يعني فلفل ولا نجيب لك زيتون مخلل ولا نجيب لك ترشي ولا مش هتفرق، هاتوا اي حاجه. الزمالك ده بيدل عن ايه؟ ده بيدل بالادله ان اداره الزمالك اداره ضعيفه، ان اداره الزمالك اداره على الاقل ايام مرتضى منصور اللي احنا كلنا مش عاجبنا طريقه الاداره بتاعته في جزء كبير من ادارته، على الاقل كان موقفه بيبقى واضح، هلعب مش هلعب، على الاقل كان يعرف يعني كان ليه ثروت سويلو حبيبه وهنا بوريده حبيبه ومش عارف مين حبيبه ويقدر يخلص وعنده علاقات هنا وعنده علاقات هنا، انما دول كي عارف بتاع خبره ما لهمش دعوه بحاجه، هتلعبوا خلاص نلعب، مش هتلعبوا خلاص مش هنلعب. بجد انا جايب لك الكلام ده من جوه الاجتماع او من جوه الغرف كده المغلقه، الزمالك اللي انتوا شايفينه. طب وضح بيان، قول انا عايز العب عشان كذا، انا مصلحه فرقتي ما العبش عشان كذا، مفيش موقف واضح يا مطرح بترسي دقلها. فاداره ضعيفه للاسف، اداره ضعيفه، بس حطت جزمة ببق اللي خلفوني وساكت عشان بيتحاربوا. ناس بتطلع مكتب حسين لبيب بيزعقوا بيشتموا قدامه، ما كانوش يجرؤوا الاول يعملوا كده، بيطلعوا بيتخانقوا بيشتموا اعضاء، بلاوي، مش عايز اقول لك في ملف الاعضاء ده بلاوي، وبيتشتموا وبيتهاجموا وبيطلع قدام مكاتبهم الناس بتزعق وبتشتم. نتكلم بعدين عشان ما عنديش وقت بصراحة اتكلم في الكلام ده دلوقتي يعني. طيب في امبارح طلع وكيل يحيى عطية الله، وانا هكلمكم في الملف ده كلام مهم جدا جدا جدا. امبارح طلع وكيل يحيى عطية الله الاستاذ محسن المعادي او المعادي، مش عارف النطق السليم بتاعه ايه، وقال
اني كان في تفاوض مع الاهلي والتفاوض ده وقف. تمام. وقال ان الارقام المطلوبه في يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي ارقام غير مبالغ فيها. بيقول ان النادي الروسي طالب اعاره بنيه البيع. هتدفع الاول 200,000 دولار عشان تستعير اللاعب لمده سنه، ولو عاوز تشتري بعد السنه هتدفع 800,000 دولار لنادي سوتشي الروسي. وبيقول لك مفاوضات الاهلي توقفت بسبب وجود بديل للنادي الاهلي. خلينا في الكلام الرسمي. الوكيل بيقول لك ان 200,000 دولار ولو عاوز تفعل بعد سنه مش هيكون عندك قضايا فيفا كتيره، هتكون خلصت من معظم المشاكل الماديه اللي عندك، تكون عرفت تجيب موارد جديده، فبعد سنه لسه تدفع 800,000 دولار عشان تشتري يحيى عطية الله. تمام. مصدر من الزمالك طلع نفى، قال لك ده كلام تسخين وكلاء، ان الوكيل بيسخن الاهلي. تمام. طلع الاهلي قال لك نعم دخلنا، بياكد بقى كلام الوكيل، بيقول لك نعم دخلنا في مفاوضات لضم يحيى عطية الله، ولكننا اقتربنا من ضم جمال الشماخ اللي هو لاعب نادي حسنات اغادير. هو النطق، الناس قالوا لي النطق الصحيح بتاعه مش حسنات اغادير، النطق السليم بتاعه حسنات اغادير، فخلينا نسمع كلام الناس اللي في المغرب، هم ادرى بشعبهم يعني. فنادي حسنات اغادير، فجمال الشماخ الاهلي دخل فيه، وانا هجي لك دلوقتي اقول لك الاهلي عمل فيه ايه، ولكن الاهلي بيؤكد نفس الكلام بتاع الوكيل، الزمالك بينفي. الحقيقه فين؟ الحقيقه ان الزمالك في الاول خالص زمان كان داخل في يحيى عطية الله. اول ما دخل الاهلي الزمالك انسحب، ليه ما اعرفش. بعد ما الزمالك انسحب الاهلي طبعا قعد ماشي في المفاوضات مع اللعيب، ماشي، ثم الاهلي رمى العطا على مين؟ على جمال الشماخ. فاحنا دلوقتي الوكيل بيعلن ان هو طبعا ممكن يكون كلام تسخين وكلاء، ولكن مجلس اداره الزمالك لازم يطلع يوضح هل الكلام ده صحيح. لو الكلام ده صحيح والزمالك لم يحصل على يحيى عطية الله يبقى الزمالك بيهزر. انك تجيب لعيب دولي في منتخب المغرب في مركز انت بتكح تراب فيه زي الباك الشمال، بسبب ان اللعيب الاساسي بتاعك بيلعب ماتش ويتصاب 4-5 شهور، فتوح اصاباته كتيره جدا، انك تجيب لعيب دولي ليه اسمه وليه ثقله في المنتخب المغربي اللي واخد رابع كاس العالم، وعندك لعيب زي ده ومش قادر تجيبه، تبقى انت بتهزر. بالنسبه لفلوس الولد ده 200,000 دولار وتشتريه ب 800,000 دولار حلو جدا. انت قدامك سنه، هاته السنه دي ب 200,000 دولار، والله عرفت تجيب لعيب مع فتوح وظهر لك حد، خلاص ما تفعلش بند الشراء. ما عرفتش تجيب لعيب هتفعل بند الشراء وتمضي اللعيب من دلوقتي على العقد، ويبقى القرار ليك انت في نهايه الموسم. لو الزمالك ما عملش كده يبقى بيهرج. ده 200,000 دولار، ده 200,000 دولار، ويبقى عندك لعيب زي يحيى عطية الله، واللعيب اكيد مش هيطلب رقم كبير، رينج ال 400,000 دولار 500,000 دولار. ده انت عايز تمدد مع الجزيري وترفع له عقده من 450 ل 650,000 دولار، المسلوسي بياخد زيه. فانك تجيب يحيى عطية الله يا فندم وتخلص مع بن شرقي وتخلص مع اليو بادجي، ثلاث لعيبه اجانب في الثلاث اماكن اللي باقيين عندك، تقدر تدخل كاس السوبر الافريقي تقيل. هل يا فندم تقدر تخلص؟ لا، انت نايم، انت متاخر، انت بتحلم، انت في غيبوبه، انت لسه ما فوقتش منها. ما هنبدا بقى نتكلم بقى، انا وصلت لهنا عمالين ندعم ومش شايفين اي جديد، وانت خلاص اول اسبوع بيخلص، هو من شهر 8 والمفروض تقيد في اخر 8 ومفيش يا فندم. فده بالنسبه ليه يحيى عطية الله. اتمنى الموضوع يخلص، والوكيل طلع فضحكم اهو، اتمنى الموضوع يخلص. ده انتوا ماشيين مش لقدام، انتوا ماشيين بس لورا، انتظر من فضلك السياره ترجع الى الخلف. حاجه والله شلل، يعني شلل. يا اما يبقى عندنا ناس تسوق على سرعه 200 كيلومتر في الساعه، يا اما ناس واقفه في مكانها وبتمشي لورا زي عم ايوب كده في المسرحيه، الفنان محمد صبحي ماشي يا ابني ازاي مش عارف ايه، ماشيين ببطء بيض. طيب بن شرقي اسلام صادق طلع فتى
وقال لك ان بن شرقي عاوز مليون ونص دولار. كل الكلام ده صح غلط، كل الكلام ده غلط. بن شرقي لو خلصت، لو جهزت له مليون دولار هيوقع مع الزمالك، وانا عارف انا بقول لك ايه. بن شرقي لو جهزت له مليون دولار في السنه هيوقع مع الزمالك. فمليون ونص مفيش الكلام ده، مفيش لعيب يبقى ما عندوش عروض ويتشرط مليون ونص، مفيش باشا الكلام ده. ده الوداد عايز يديله 400,000 دولار. فالاسلام صادي ده قاله غلط مش صحيح. ماشي ماشي. طيب عاوز اقول لك اني برضو نخلص. برضو اسلام صادي مش عارف ليه اسلام ماله اليومين دول، في ايه لهبدي زاد قوي. اسلام صادي بيقول لك جوميز قال لمجلس اداره الزمالك لاعبو الزمالك حصدوا على الكونفدراليه وهي بطوله اقوى من الدوري ولا احتاج عناصر جديده، المهم صرف المستحقات للعيبه. يا اسلام يا صادق، الكلام ده حتى لو جوميز قاله الكلام ده غير حقيقي، حتى لو جوميز قاله. فجوميز ما بيقولش الحقيقه. جوميز قال لاداره الزمالك انا عاوز 7-8 صفقات. يا اسلام يا صادق، حتى لو جوميز قال الكلام ده فالكلام ده غلط. الكونفدراليه مش اقوى من الدوري، لا الدوري اقوى من الكونفدراليه. ايه دريمز وايه ارتا سولار لا طبعا انت في الدوري بتلعب مع الاهلي وبيراميدز. لا 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 لا، تلعب عندك الاسماعيلي وعندك الزد وعندك المصري والاتحاد. لا لا لا، الدوري اقوى طبعا، الدوري اقوى من الكونفدراليه ومن دوري الابطال. ايه الاهلي لعب مين في دوري الابطال؟ ايه القطن الكاميروني؟ معرفش سيمبا التنزاني. الاهلي لعب مين؟ لعب مين الاهلي؟ فلا، الدوري اقوى من البطولتين كمان. ومفيش حاجه اسمها اصل المهم صرف المستحقات. لا يا فندم، المهم تجيب صفقات، هتدي مستحقات للعيبه معلش يعني. جابوا لك الكونفدراليه ولكن مخلينك مش عارف المركز الرابع ولا الخامس في الدوري. لعيبه مين الاسد دي مستحقات؟ لا في الاخر يا باشا لما نخلص بس الاحتياجات بتاعتنا نبقى ندي اللعيبه المستحقات يعني. فده بالنسبه لاسلام صادي اللي بصراحه كلامه هبد هبد هبد. الاهلي بيقترب من جمال الشماخ اللي هو الظهير الايسر لنادي حسنيه اغادير بكام؟ ب 700,000 دولار. عبد الهادي السكتيوي مدرب حسنيه اغادير رافض بيع اللعيب، وبيقول لك انا عندي 18 لعيب بس، وبيقول ان يعني ان تصريحات الوكيل مرفوضه ولن تتم الصفقه، ولن تتم الصفقه. ولكن هنشوف ايه الفتره اللي جايه هيحصل، ولكن اعتقد ان الصفقه فيها صعوبه، ولكن الاهلي هيخلصها، الفلوس تخلص اي حاجه يا باشا. يعني كولر رافض قيد علي معلول في القايمه الاولى اللي هي لغايه يناير وعاوز يقيده في يناير. ليه كولر رافض؟ بيقول لك اللعيب محتاج فتره علاج كبير وتاهيل طويله، فانا هحجز مكان على الفاضي. لا، هايده في يناير، مش هايده دلوقتي، يكون دلوقتي ايد لعيب بيشارك معايا. فالاداره بتقول له طب ايه الموقف دلوقتي؟ قال لهم من حقكم ان انتم يعني تجددوا لعلي معلول، ما عنديش مشكله، ولكن من حق اختيار اللعيب المناسب اللي هيشارك معايا. بيقول انا مش محتاج معلول لغايه الدور الاول. فكولر برضو راجل بيفكر بتفكير براجماتي مش بتفكير اللي هو العاطفه، واصل معلول اسطوره، واصل ده الحب والعشق، مفيش الكلام ده. انت مصاب يا باشا ومش راجع دلوقتي الا في يناير، مش عاوزك، مش هايدك، مفيش قلب. ودي الحاجة الوحيدة اللي بتعجبني في الاهلي، ما عندهمش قلب، ما بيفكروش بقلبه، بيفكروا بعقله. طيب، انتهاء علاقة كهربا بالنادي الاهلي. في التمرين الاخير كهربا اتكلم مع كولر باسلوب مش كويس. المدير الفني طبعا مش عاجبه الكلام ده، وكان في حالة من الشد والجذب. كولر عمل تقرير لخالد ديبو انه يوصله للإدارة، وقال أنا مش عاوز كهرباء واللعيب ده مش عاوزه يكمل معايا الموسم الجديد. خالد بيبو بيكتب تقرير دلوقتي للإدارة، تقرير سري هيكون فيه طبعا كلام كتير جدا جدا للإدارة، محتواها اللي أنا بقوله لك ده، إن الراجل خلاص مش عاوز كهرباء. والإدارة بناء على التقرير ده هتبدأ تتصرف. كهرباء ما عندوش إلا عرض محلي من زد، وما عندوش ولا عرض خليجي. كهربا مستني، مش عاوز يدي زد كلمة إلا لما يشوف عرض خليجي. هو عاوز يخرج بره مصر وخاصة السعودية، ولكن هو مش لاقي عرض، ما عندوش عرض، ما عندوش إلا زد بتاع ساويرس اللي دفع له جزء من الغرامة عشان حبيبه طبعا.
شفتوا الدنيا، شفتوا الزمن، شفتوا اللي بيتبطر على النعمة. الدور على امام عاشور، الدور على امام عاشور اللي وسام ابو علي بدأ ياكل الاضواء منه. الدور على امام عاشور بعد ما امام كان نجم خلاص، جه وسام ابو علي هو اللي ياكل الجبنة. والله يا امام اصبر ما تستعجلش يا ابني، دول ما لهمش حبيب ولا ليهم صاحب، لا نادي ولا حتى جماهير. علي معلول اترمى بره القايمه، وكهربا اترمى، نادر السيد اللي راح لهم اترمى، رضا عبد العالي اترمى، جمال عبد الحميد اترمى، حسام ابراهيم اترموا، محمد صديق اترمى، وطارق السعيد اترمى، معتز اينو اترمى. ما تقلقش يا ارام، يعني ما تقلقش يا امام، هتترمي قريب، وكهربا هو بيترمي، وغيره 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 وغيره. فما تقلقش يا حبيبي هتترمي قريب، ما تقلقش، ما تستعجلش، ما تستعجلش. وبعد ما شتموك حبوك وشالوك على الاعناق، وبعد ما شالوك على الاعناق وشالوا جزمتك بعد ما شتمتهم، هيرجعوا هم تاني نفس الناس يشتموك، لانهم ما عندهمش مبدا. ليه ما عندهمش مبدا؟ عندك دليل يا محمد عشان تقولك كده على الناس؟ اه، الصبح صالح سليم مش ناسينه، امام عاشور مش عاوزينه، بالليل امه الحراق امه المشطشط، ما عندهمش مبدا. ما تاخدش على كلامهم، يعني صدق اللي سماهم قطيع، صدق اللي سماهم قطيع. من هم القطيع؟ الناس مجموعه معينه بيتم اقتيادهم لحاجه معينه بدون راي وبدون فكر. فهتترمي قريب يا امام عاشور. طبعا كل الكلام دلوقتي ان في ناس ممنوعه من السفر طبعا بعد القرار الرائع اللي اصدره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل ملف احمد رفعت ل النيابه العامه. طبعا اكيد الناس كلها بتتكلم، والناس كلها بتشير الى وليد دعبس واحمد شوبير بحكم انهم مسؤولين او كانوا مسؤولين في فيوتشر، وكمان احمد دياب. في ناس كتيره بتقول الاقاويل دي ان تم منعهم من السفر. اعتقد ده اجراء طبيعي واجراء احترازي، ان اي حد هيتحول للنيابه العامه بيتم طبعا منعه من السفر. فاعتقد ان الكلام ده يعني قانوني، طبعا لو حد قانوني بيتفرج علينا ياكد لنا او ينفي المعلومه دي، ان فعلا هؤلاء الثلاثي ممنوعون من السفر خارج مصر الا لما تخلص التحقيقات بتاعه رحمة الله عليه احمد رفعت، اللي كلنا عاوزين ندعي له بالرحمة والمغفرة. ان شاء الله باذن الله رفعت حقك هيرجع. واتطمنت لتدخل فخامة الرئيس شخصيا في الملف ده، هديد يعني قرار اسلك صدورنا. ان شاء الله باذن الله اتمنى بعد مشكلة رفعت دي، معلش انا عارف ان فخامة الرئيس عنده مشاكل كتيرة وعنده قضايا اهم، ولكن نظرة واحدة من فخامة الرئيس للكرة المصرية والناس اللي بيديروا الكرة المصرية، نظرة واحدة بس، ساعتها هنقدر نفخر ان احنا عندنا كرة زي السعودية والامارات والمغرب وكل الناس المحترمة اللي سبقونا باميال، بالاف الاميال. سعدت جدا بحضراتكم، وان شاء الله نتقابل دايما على خير وصحة وسعادة. ما تنسوش بقى الدعم اللي بننتظره منكم، لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم، ألف سلام.